نسوان ماشات خاشات القبب يشيلنا التراب والزيارة وعقائد. واحد يقول لك لا ما تتكلم فوقه، يا خليك منه هو صالح ولا ما صالح، هل بيجوز لك انت تمشي تشيل التراب بتاع القبر وتقول فيه والبركة؟ ما بيجوز يا اخواننا، ده من الشرك والوثنية التي ما أنزل الله بها من سلطان. عشان كده بتلقى الكفار متكيفين جدا من هذه الطرق التي تنشر الشرك بين المسلمين، ويجي يزوروهم مين الأمريكي ذاك، يجي يزورهم، فهمت؟ يزورهم ليه؟ لأنه ديل في النهاية بقت نفس العقائد، عقائد واحدة، اعتقاد في الأموال أنهم ينفعون أو يضرون. ربنا سبحانه وتعالى قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وكما قال إبراهيم عليه السلام لقومه إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، ما عنده لك حاجة، ما ماسك منك رزق، فابتغوا اطلبوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. حتموتوا وتقابلوا الله، فقابلوا ربنا سبحانه وتعالى بعقيدة صحيحة بإيمان صحيح. أما العقائد في هؤلاء الأموات فإنها عقائد تقودكم إلى النار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وين؟ لحاق بعيد وسابقيا ورجال العلفون وود عويس وعوض الجيد وتور عفينة وراجل كدباس والصلاح وراجل السبد وسابغياه. وين الجماعة دي؟ أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، ما في، ما شايفينهم، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضاعت منهم هذه العلاقات التي نسجت وقامت على الباطل وعلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هذين اليوم قالوا لنا يا ليل ليلك جكن ولدك في جوف تمكن لرب الخيل جكن دربهم زلقيب مطيا. صحيح مطيا يوم الحلوق الكظم أبو قرون بيجيشه تنظم، بيجيشه ما دارين يحرروا فلسطين ولا ينصروا مستضعف من المسلمين. قال بيجوا قاطعين الصراط بالنوبة، والكلام ده جابوه في كتب، ما تتخيل إنه الموضوع ده حكايات، كلام ده عقائد بدينوا بها هم ربهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. في كتاب اسمه سراج السالكين قالوا من واجبات الشيخ على المريد ثلاثة، منها أن يحضره عند عبور الصراط. قالوا له طيب الشيخ نعرفك كيف؟ الخلائق من الله خلق آدم إلى آخر بشر كلهم واقفين في أرض المحشر. قال يعرف كل شيخ بطبل الشيخ، بالطبل، بالنوبة تحفظ النوبة بتاعت الشيخ في الدنيا.
عشان هناك قدام في الصراط ما تخش لك في طريقة تانية. طيب انتم ما قلتوا كلكم واحد، انا امسك اي واحدة وهناك نمشي مع اي ناس، مش قلتوا تمسكهم بجاي يقول لك اعرف شيخك وحب الكل وكل الطرق تؤدي الى روما. احنا ما ماشيين روما يا ذول، المسلم ماشي الجنة ما ماشي روما. لكن ده كله يا اخواننا من الكذب، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولذلك الناس اللي أخذوا حق ربنا سبحانه وتعالى وأدوه للبشر المساكين الضعفاء، أكلوا الناس التراب، يبيعوا لناس التراب، ناس اشتروا تراب بقروش كثيرة، يقول لك طينة وضى الطريف للسعر، والحفير بتاع المكاشي. وجريدة الدار قبل سنوات قالت الموية طلعت من القبر بتاع عبد المحمود نور الدائم، قالوا عندها فوائد عظيمة، من هذه الفوائد أن من شرب منها شربة لا يظمأ بعدها أبدا ويكون من الناجين من العذاب يوم القيامة. ورطوا الناس بأكاذيب وأباطيل، وكثير من الناس المساكين صدقوا هؤلاء المجرمين، وكثير من الناس ماتوا على هذه العقائد. عشان كده ربنا عز وجل ختم الآيات التي فيها الأدلة والبراهين والآيات على وحدانية الله جل وعلا بقوله: والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ناس عندهم عقل. بعدها قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما يرضى في الشيخ، يخاف منه، يفديه كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حب المؤمنين خالص، وهؤلاء حبهم حب مشتت، وحب المؤمنين لله لما له من الصفات العليا والأسماء الحسنى، وهؤلاء يحبون مخلوقا ضعيفا ناقصا يمتخط ويتبول ويعرق وينام ويضعف ويبأس ويشقى ويمرض ويموت. ولذلك: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث أنس ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك الدنيا ومثلها معها أكنت مفتديا بها من عذاب النار؟ فيقول: نعم. فيقول له الله: كذبت، أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. أبيت إلا الشرك، أبيت إلا تدعو غير الله، دعاء نادري كينيك كالبرق رمش يلف الغرقان سوال وينش، يمنادي نادي لسيد الحسن جبل التاك المؤتمن، إنا بخب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل، إذا كنت في هم وغم وكربة فقل يا مرغني آتيك بسرعة، نادي أبو العباس بناديه
سيدي ساكن فاس بناديهم هيا بوتايا وحامد بعصايا زيل الحصايا وامرات كلايا بدعوك بالأربعة والخلف الأربعة والصور المية والعشرة في أربعة وبالبدوي ودسوقي والشعراني والسيدة نفيسة وشعوانة و إلى آخر دعاء لغير الله. وربنا قال قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لو أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ولذلك يا أخواننا القضية التي تهمنا هي عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له وأن يوصي الإنسان غيره وأن يعمل بها في نفسه أولا وأن يعظم الرغبة في الله سبحانه وتعالى وأن يتعلم هذا الدين وهذا التوحيد. عشان كذا لا إله إلا الله العلماء قالوا عندها شروط، شروط لابد الإنسان يأتي بها كما قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله وبشروط سبعة قد قيدت حقا وفي نصوص الوحي قد وردت العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.